يقطع حظك، مش راكب معي ولا نزول. قد ما بتنقي يلا زتي. شو ما زت رح تداومني. اي مرد من عيلتا هالنخوة. زتي ورقة قبل عيب تمام. هيدا واجبنا عم بينادينا. لا حق عواجبك. هيدا ال 132 بتكون مرته خلصت الاكل بدها اياك تشيل الصينيه. مرته عم تاكلون؟ ده كان هو المعطر. انا امبارح شفتها وقت الغدا تناولوا اللقمه وتقلوا كل يا قلبي لازم تتغذى وما تصدقي الا ما الي نفس تكون هي معططه لقمه يا حبيبي وهودي كرمالي يا عيوني لازم تقوى تترجع لنا وهو شو ابدا وهي يلا يلا بده يكون مش حابب يرجع لك وانت ما نبهتيها انه هو اللي لازم ياكل مش هي مانا شغلتي الاكل مفوتر مين ما اكل ياكل رجع الجرس يا عمي برك المريض بوشي رتيبي انا شفتين هون نزلي وانت شو قصتك واقف هونيك مصنج صار لك ساعة ما تكون مفكر هيدي غرفة الطوارئ لا ابدا رديتي علي اسرع بكتير من الطوارئ بس ناطر تتخلص الدق بس تسأل سؤال شايفنا هون مكتب الاستعلامات انا سألت بالاستعلامات دلوني لهون تمشكح بهالكوريدور وقرا النمر على البواب رتيبة رتيبة عدي رتيبة شفت كله منك هربت رتيبة بردو ما كان قصدي بلقطلك اياها يا معطر اذا بتحط ايدك عليا بتجيب اخرتك ليك تعرف تلعب بالورق يعني يلا فوت عاد خذ الورق ونزل بس انا لاحق تزور وتقدم زهور وتتضيف شوكولاته وتقعد لك دقيقتين وما تصدق انت المريض يعن تتقول لاهله ما بدنا نتقل عليه وتحمل حالك وتفل شو انا ما بعرفكن يلا خذ الورق ونزل عمهلك هدي نظف ايديك بسبيرتو هدي لانه اذا عرفت رتيبي انك مسكت الورق بدون سبيرتو بلا فوطة بتصفرن ليه؟ سرسيب سرسيب؟ وبتشتغل بالمستشفى؟ اضمن مطرح بتلاقي فيه الاشياء يلي بتطهر رش فرك ايديك ببعضهم فركن منيح نشامن هلا خذ ورق رتيبه ونزل شو بنزل اذا ما معك تنزل زت شو بزت زت هالزهور بالاول من ايدك وزت لك ورقه هيدي هيدي الورقة الوحيدة يلي ما بداومن فيها منين جيتنا انت؟ يلا خد زهورك وحل قبل رد الورقة عورق رتيبة اوعى تقلا شي امرك يا ريت بتساعديني لو تنزل لي الورقة يلي بداومن فيها كنت ساعدتك نقي اللي بدك اياها لا لا يا شاب انا ما بحب تزعبر بحب اربح بشطارتي هاتك مش عارف مع مين عم تحكي لا انا تمام ولما تقول تمام يعني كل شي على الاصول ودغري شو يلا هي ميرسي تفضلي وهالقد بتقدر الدغري لا
بس هودي إلك. روح روح حبيبي، خدن للمريض يلي جايب له اياهم. أنا جايبهم إلك. أنا مش مريضة. وإذا؟ أنا بشتغل بمحل زهور، إجا شخص لعنا اشترى هالزهور، قال لي بتاخدهم على المستشفى وبتسأل عن تمام، بتعطيها اياهم وبتغني لها. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. لعلي أنا؟ منين؟ شخص. كيفو؟ منيح. كيفو؟ كيف شكله؟ رجال. ايه. مش صغير. ايه. ومش ضعيف. ايه. وناطرني تأرجع لحتى يجي صوبك، هلا بيكون استعوقني. مين هو؟ أنا تيما. شو بعد بدك مني؟ كلك. ليك إبراهيم، نحن هون بمركز عملي هلا، إذا بهدلتك ببهدل حالي. رح بتبهدليني أكثر ما تبهدلت عفريقك. أنت؟ ليش أنت انتبهت إنه افترقنا؟ مش عنام الليل. أكيد إذا بدك تضل لحق الصبايا وعينك لبرا رح تقضي يا سهر وطق حنك. مش عم طق حنك. حني. روح اتعلم احكيه بعدين تع. ايه؟ اش في؟ اش قلت؟ ابراهيم هيدا شو لونه؟ اسود. وشو اسم الحيوانات يلي بتسبح بالبحر ونحنا منقليهم؟ سمك. وهيدا مع شو بيضر؟ لبن. شفت؟ شفت انك ما بتعرف تحكيه؟ يا عمي مش عم بفهم عليكي. ولا بحياتك رح تفهم. روح من هون. قلت لك روح، ضلك رايح لتخلص السنة. وبرجع اخر السنة. سنة؟ يا سمك اسود يا طقيق حنك. يي تمام، ما بدك تكملي الدق؟ لا، دق الجرس. ايه وانا رديت معك حق، كان بدها شيل صينية الاكل، قال بركي بدبلها بيجامة وفرشاية اسنان. يا عمري شو هالزهور. هودي مني. لمين؟ لتيما. تيما؟ تيما. تيما. حضرتك ابراهيم، وبتقدر تعيطيلي بوب. برامو. برامدو. مزبي ابراهيم، وصلت لحكيتي؟ بعد ثلاث جمل بصيروا زهور لتيبا. خلي مخك هون يا سيخ الشاورما. تيبا رتيبة. شو بها؟ غارت. عمين؟ علي. منك. يا محتالي يا تمام، مصاحبي وأنا مش عارفة. لا تمام كانت خطيبتي وفكسنا من كم سنة ومش قابلة صالح، بس أنا بحبها. قال أنا عيني لبرا. شو عليه؟ ومن كم سنة تركين؟ يعني من كم سنة. وما جربت قبل ترجع؟ لا كنت مشغول. ليك يا خويجة برامو، معلي إذا عيطت لك برامو؟ وإيش عليه؟ تمام ما بتقتنع بسهولة. بعرف. يعني لازم تلاقي لها طريقة تانية غير الزهور، طريقة تذوبها تسوسحها. تمام؟ ايه تمام. انت بتعرف انه تمام عنيدة وما بتغير فكرة ابدا، واذا قالت انه اللبن اسود لازم يصير لبن اسود. الحقيقة ما عندي شغل غيرها اليوم.
تأذيني كمان، شو بك؟ دموزيل تمام، ما بقى تنأذيني دخيلك، تفضلي. قال له لابراهيم حاجة يتعذب. مين ابراهيم؟ يلي بعت لي زهور هيديك الساعة. لا مش هو، حدا تاني. ميرسي ليك، شو اورجينال. وقال لي حتى غنيلي واصر انه هيك، ما تخزيني انا مرسيل. جويون انيفرسير، جويون انيفرسير، جويون انيفرسير، جويون انيفرسير. ايه هيدا صابر صابر. سي موا. بونجور تمام. جويون انيفرسير تمام. شو عجبك الابرونجمان؟ هاودي قبر تتشكي عيون الحساد، وهيدا نرويج المصري تحت الضل ايامك كلها غزة، وهيدا هون نرويج الحقنة تتفضي كل همومي، وهون هيدا وهيدا قطن ها تحت تصير ايامك كلها بيضة. وهاودي شو؟ تحامي على عدد سنين عمرك. ليه بقى؟ شو بكي؟ ما بيقولوا عن الواحد لما يكبر في بي عمر؟ بقى اثبت شي هاودي. ايه بهضمك. وهيدا هون هيدا هون ابراهيم وفيلين؟ شو رجعوا؟ شو بدك فيه؟ طنش. رجعتي له تمام؟ بعد ناقص، بعت لي زهور رجعته فيهم. بيان. صابر تركو، ما تلكشو. نكو. صابر أنا رايحة أحط بوكيتك بفاز. فاز؟ لشو الفاز؟ حطيها بزحافة. كيف شايف؟ شو عم تعمل هون؟ انت شو عم تعمل هون؟ شو بدك بتمام؟ انت ايش بدك بتمام؟ قديه الساعة؟ أربعة وربع. ليش ما جاوبتني بسؤال؟ لا عم نتسلى. أربعة وربع، ما أنت قلت لي حل عني يا ناطر حدا إنه ما تجاوب. ما أكدي ناطر حدا، ما زلت طلعت بساعتك يعني ناطر حدا. أنا هيك بشوفهم بيعملوا بالتلفزيون لما ينطروا حدا بيطلعوا كمسة. يي وين أصواتهم؟ وين شعراتهم؟ وينه؟ صار في قرعة بيني وبينهم. وين؟ شو؟ عم تهرهر في لين؟ أنا حلقتهم قصد. مثل كجاه؟ إيه؟ بتعرف؟ هيك كتير منيحة للصيد. ليش بقى؟ شو بيه؟ مش بالسيارة في ريتروفيزور تقشع فيه من في وراك؟ ايه بقى هيدي منيحة للصيد، تقشع العصفور فوق منك بلا ما هو يشتلق لك.
حل عني يا فل عني اتركني. نعم اقعد ما تصرخ، نحن هون بمستشفى وبعدنا بالنهار. ما فهمت. بعرف بالنهار ما في لزوم تصرخ بالمستشفى، ما بيكون في عجقة كتير على الطريق، سيارات زمامير بياعين رايحين جايين، بقى المرضى هكاك ما بيرتاح. هلا اذا بدك تصرخ تعب الليل بتزعجهم اكثر. حل عني يا تيما. تمام تمام ماما. شو بدك بتمام؟ خطيبتي. وانت شو بتكن لها؟ خطيبة. جليل، شو هالصدفة؟ انت اش بدك مني ومنها؟ ماشي، نحنا كنا بدنا نساعد. تساعد مين؟ نساعدكن لحتى ترجعوا تنخطبوا عن جديد. عن جد؟ بتساعدني ان عتيمة ترجع لي؟ بنش الرمان. اش بعمل؟ ايه تمام، ما في احسن منها. بعرف اش بعمل. تمام ما في اطيب من قلبها. بعرف اش بعمل. تمام ما في وحده مثلها بتقدر النكت. طيب وبعدين عم تتغزل فيها قدامي؟ نو اتون وصل لك الحديث. رجع هلا تمام ضرب شنك عليك نصبا. ايه اقرب طريق لقلبها شو؟ نو ما تجاوب صحتك. كيف يعني؟ يعني لازم تخليها تشفق عليك، تخاف عليك، تفتكرك مريض، هيك تسعفك وبتخدمك وبترجع تحن عليك. عفاك، ما نحن تعرفنا على بعضنا اول مرة كنت بالمستشفى عن اعمل شيك اب. تربيان تربيان. صرخ. ليش صرخ؟ مول حيلك موجوع. اش بيوجعني؟ اش معقول يوجع واحد مثلك؟ عقله نو يسي. عفيت يلا اخي عبدي دخلك. يلا او 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 ليك في شاب جاي يسأل عني، انا عامل سوربريز لتيما. ما عليك انت صرخ ولا همك. يلا يلا انا ريكو بطني بطني بطني. نو تلوت تلوت. شو بتعمل الصريخ؟ يي يي مسمم، لازم له غسيل معدي. شو سلامتك خواجه ابراهيم. بو برامو برامدو. شو عم يوجعك؟ أنا؟ مشيش. آخ بطني بطني. آخ بطني بطني دخيلكم. رح نام رح نام. أوصوني أوصوني. مسموم مسموم. ايه عفيت. ايه كل شي بدور؟ ايه سمك ولبن. لكن لازمك غسيل معدة على السريع. احسن ما يلبسوا عليك اسود. كم زوم؟ عكو منيح. فوحوا؟ حطوا له نيل وبطاس؟ ليكي يمكن أزبط يغسلوه على النهر بالعصا. هيك ستي كانت تغسل، وابراهيم من ايام ستي. ايه خلص ما عليك، قلت له للدكتور يتوصى فيه منيح. اهم شيء النظافه. شو بيقربك تمهتم فيها هالقد؟ نو كان ناوي يقرب. تمام تمام. طيب رتيبي انتبهي له منيح وانتبهي عليه، خليه عندك يومين ثلاثة أربعة. إبراهيم مقرش وصحته منيحة ونضايفة. أهم شيء.
ايوه اوه بالشفا اها خوسيه ماريا ام لا ها عمن تبحث يا هذا نو قصيري عمن جئت تبحث يا هذا تيما ماريا دو مستشفايوس اليس كذلك اها كيثار دون كانت هنا تبيع البوشار وهو هنا ابن الكبار كانت هنا وخلص البوشار وهو هنا يحمل الجيتار الله يخليك بكفيني بهدل اليوم يه هيدا انت يلي وصيتك على البوكيل يا تمام هاي اليوم يومي مع تمام كلهم بدهم تمام بالاول الخواجه الناصح ودى الزهور وبعدين انت البوكيل ايه انا سميتها بوكيل اويل ايه ما هي اويل مستشفى فهمت النكته وبعدين رجع الخواجه الناصح صوبي على المحل وقال لي تلبس هاللبس واحمل الجيتار واجي غني لها للست تمام الله يقطع المصاري اللي خلتني اقبل اشتغل بمحل زهور واقبل بالبهدله اها ابراهيم وفيلين بدو اياك تغني ها انت سيربريز لا تمام ايه خواجة الناصح اضطر يفل كان عنده غسيل بقى قال لي لحتى تغني لتيبة مش لتيمة مين تيبة؟ رتيبة ابراهيم وفيلين غير فكره يصطفل المهم دافع وين هيدي رتيبة؟ ايه قطه يا حي هون بالأوضة يا رتيب حبك قد لوع الفؤاد وقد وهبتك القلب والوداد ألا تذكري إبراهيم والصفا وعهدا عهدنا على الوفا شو بك؟ بين رجعت بالأول مرسل لألي من إبراهيم وهلأ لرتيبة من أي إبراهيم؟ هو ذاته كيف؟ هو ذاته طيب هيك لكن الو نجيب في المريض يلي عملتو له غسيل معده من شوي طلب له الحكيم زوم تاني هالمره غالي على الابيض ليك يا شاب رتيبي يحي هونيك بالاوضه سهراني على حبيب القلب روح غني له بس انتبه ما تغني بوجه دغري اذا منك مفرش سنينك ومطهر زلعيمك طالعين تمام قلي الحمد لله على السلامة ايه الحمد لله على السلامة عشو تمام صابر تعال نروح ناخد شي بكافيتيريا تبع المستشفى وبخبرك كافيتيريا؟ وي وانا بخبرك نعيما انت وعريس وانا وعروس غني لي اياها بعد مره حلواتك محفوظه يا رتيب حبك قد لوع الفؤاد وقد وهبتك الحب والوداد يي شو مهضوم يا صابر وقلت له بالشفا قام في لينو انطفى بتني عصير ورق لا بعد في
بطلب لك كيس قهوة وبصر لك بالنربيج؟ لا. هاي.